مرحبا أحبائي الصغار، عزيزة تحكي لكم حكايات وأسرار، وسر حكايتنا اليوم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حكايتنا بعنوان وزير الغابة. في إحدى الغابات كان هناك ثلاثة من الفهود: كاسل وقانع وطامع، وكان لكل واحد منهم طريقة في الحياة تختلف عن صاحبيه. أما الفهد كاسل فكان شعاره: القناعة تزيد من الراحة، فكان لا يخرج للصيد ويجلس في الغابة وينتظر من يطعمه. فإذا رأى فهدا آخر قد اصطاد فريسة فإنه يذهب إليه ويطلب منه أن يسمح له بالأكل معه. فإذا رفض الفهد مشاركته فإن كاسل ينتظر بأدب حتى يفرغ الفهد من طعامه، ثم يجلس كاسل ليأكل ما تبقى من فريسة الفهد وهو سعيد. وأما الفهد طامع فكان شعاره: الطمع يزيد ما جمع، فكان يخرج صباحا ليصطاد، فإذا رأى حيوانا راح يطارده بقوة حتى يمسك به، وقبل أن يبدأ الأكل يرى النمر قد اصطاد فريسة أكبر، ويترك طامع فريسته التي اصطادها ويبحث عن فريسة أكبر منها ويقول: ولماذا يأكل النمر أكثر مني؟ ويجتهد ويتعب حتى يمسك بفريسة أكبر ويأخذ منها قضمة واحدة، وفجأة يرى الأسد قد اصطاد فريسة أكبر، فيترك طامع ما في يده قائلا: ولماذا يأكل الأسد أكثر مني؟ ويبحث طامع عن فريسة أكبر ويجري وراءها، لكنه لا ينجح في اصطيادها، فيرجع لفريسته الأولى فلا يجدها، وكذلك الفريسة الثانية، فيعود إلى بيته جائعا ويفعل الأمر نفسه كل يوم. وأما الفهد قانع فكان شعاره: ابذل جهدك ورضي بما أعطاه ربك، فكان يستيقظ في الصباح ويدعو الله تعالى أن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويبحث عن مكان مناسب للصيد ويختبئ فيه وينتظر في صبر ويراقب الحيوانات التي تمر أمامه، فإذا وجد حيوانا مناسبا قال بسم الله وانطلق وراءه لا يلتفت إلى غيره، فإذا أمسك به جلس ليأكل في سعادة حتى يشبع، ثم يترك ما تبقى من الفريسة لتأكل منها الحيوانات التي لا تحسن الصيد، ويقول: الحمد لله الذي أشبعني وجعلني سببا في شبع غيري. وذات يوم كان الأسد جالسا في محل القرد الحلاق، فقال له: كيف حال الغابة أيها القرد؟ قال القرد: إنكم
كل الحيوانات تدعو لمولاها الأسد وتتمنى له دوام الصحة والسعادة. ابتسم الأسد وقال: هذا من فضل ربي، وسأقول لك سرا، أنا أقضي معظم وقتي في خدمة الحيوانات وحل مشاكلها، ومع ذلك أشعر بالتقصير، فالغابة واسعة وأخشى أن يكون هناك حيوان جائع أو مظلوم ولا أعلم عنه شيئا، لذلك فأنا أفكر في اختيار وزيرا للغابة يساعدني في إدارة أمور الغابة. تعجب القرد وقال: ولماذا يقوم مولانا الأسد بذلك وهو لم يقصر يوما في أداء واجبه، وكل حيوانات الغابة تشهد على ذلك؟ قال الأسد بحزم: دعك من هذا الكلام الذي لن يفيدني بشيء، وأخبرني ما رأيك في الفهد كاسل، فأنا أفكر في تعيينه وزيرا. قال القرد: ما دمت مصرا يا مولاي على تعيين وزير، وما دمت تطلب رأيي، فأنا لن أخدعك ولن أكون سببا في إلحاق الضرر بإخوان الحيوانات، وسأقول لك رأيي بصراحة إن أذنت لي. إن كاسل لا يصلح وزيرا إطلاقا. قال الأسد: ولماذا؟ قال القرد: إنه يا مولاي ليس حكيما، فهو يقعد عن الصيد ويتسول طعامه من غيره، ويتصور أن القناعة تعني الكسل وترك العمل، وأخشى إن جعلته وزيرا أن يعلم الغابة كلها التسول، وهو يظن أنه يعلمهم القناعة، وعندها تستعبدهم حيوانات الغابات المجاورة بالإحسان إليهم. سكت الأسد ثوان ثم قال: كلامك حكيم ورأيك سديد، فما رأيك في الفهد طامع؟ أنا أراه مختلفا عن كاسل، فهو نشيط ولا يكف عن الحركة والصيد. قال القرد: الرأي رأيكم يا مولاي، فأنتم تعلمون الأصلح دائما، ولكن إن أردتم رأيي فالفهد طامع لا يصلح أيضا أن يكون وزيرا، فهو كما قلتم لا يكف عن الحركة، لكنها حركة الطمع والجشع، ولا تأتي بخير أبدا، فهو دائما ينظر لما في أيدي الآخرين ولا يقنع بما في يديه، فهو دائما ما تراه يجري وراء رزقه، فإذا رأى رزق غيره أكبر من رزقه ترك رزقه وطمع في رزق غيره، حتى إذا انتهى يومه تجده لم يحصل على شيء، فهو لاهث أبدا، جائع دائما، وأخشى إن جعلته وزيرا للغابة أن يعلم الحيوانات الطمع فيأكل بعضهم بعضا. سكت الأسد ثم قال: لقد حيرتني أيها القرد، فمن تختاره أنت وزيرا لو كنت مكاني؟ ابتسم القرد وقال: لا أعرف كيف نسي مولاي الفهد قانع، إنه فهد حكيم
يعلم أن القناعة ليست الرضا بالجوع والعيش على حساب الآخرين، وليست استصغار نعمة الله والتطلع لما في أيدي الآخرين، ولذلك فهو يعمل بنشاط ويكسب رزقه بكرامة ويتصدق على العجزة والضعفاء. فالفهد قانع يبذل أقصى جهده ولا ينظر لما في يد غيره ويقنع بما قسمه الله له. وأنا أظن أنك لو جعلته وزيرا للغابة فإنه سيعلم الحيوانات جميعا المعنى الحقيقي للقناعة. ابتسم الأسد في سعادة وقال: نعم الاختيار أيها القرد، فأنا أحب أن تجمع غابتي بين القناعة والغنى، فتعطي غيرها كل شيء ولا تطلب من غيرها أي شيء. وفي النهاية تنتهي الحكاية ويجي وقت المسابقة والهدايا. سؤالنا: ما هي صفة القناعة؟ اختاروا الإجابة الصحيحة في بث المسابقة على تطبيق مسلم دو.